بحلقة Property Yours لليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالن إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت مع أكس السهل بعيد دقيقة من الطريق العام وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتر مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لوكجوري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسيكوريتي واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولر سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده والستارتنج برايس 300,000 دولار. سيلو ريزيدنس تاور سكني ببيروت مؤلف من 3 بلوكس و 88 ابارتمنت، موقعه بأبرز نقطة بشارع الانطاري كاشف على فيو المرفأ وسط المدينة والجبل. مؤلف التاور من 3 بلوكس ومساحة الشقق بتتراوح بين 215 و 440 متر مربع، البعض منها دوبلكس مع تيراس. قسم من البروجكت جاهز للسكن، أما آخر قسم بيتسلم بعد سنة ونص. لوكجري تاور وخدمات عديدة، بول، سبا، ملعب، جيم وسيكوريتي 24/24. مواصفات عالية بالعمار، 3 هاي سبيد اليفيتورز بكل بلوك، كيتشنز وباثرومز أوروبية، VRV AC سيستم، ساوند بروف جليزينج ولو اي للحماية من أشعة الشمس وعزل الحرارة. حالياً 80% من سيلو ريزيدنس افيلبل للبيع واستثنائياً ستارتنج برايس 3000 دولار بالمتر لبلوك سي والتقسيم والفينيشينج على الزبون. سكاي تاورز جيتد كوميونيتي للسكن بمنطقة نيو دوحة على بعد دقايق من طريق عام خلدة. بيمتد على مساحة أرض 75,000 متر مربع وكاشف على فيو بحر وجبل من أي نقطة. مؤلف المشروع من 10 بلوكس للسكن بالإضافة لمركز تجاري مساحته 2500 متر مربع للبيع. مساحة السامبلكس بين 75-113 و200 متر وفوق، أما البنت هاوسز بيتميزوا بتراس وأوتدور بول والمساحات بين 400-700 متر مربع. كل تاور عنده 2 إليفيترز، مدخل خاص، سيكوريتي، أندرغراوند وغراوند فلور باركينج بالإضافة إلى ستارج. كلاب هاوس بمواصفات عالمية بيتضمن جيم، اندور بول ولاونجز وإيفنت فانيو. أما بالخارج أوتدور بول، تنس وباسكتبول كورت ومساحات خضراء وبلاي جراوند.
سنترال وهيتنج اي سي وسانيتري ورخام وسيراميك اوروبيه بداخل الابارتمنت. سكاي تاورز بروجكت سكني ضخم وهاي اند بنيو دوحه على بعد 7 دقائق من المطار و13 دقيقه من وسط بيروت. موقعه على التله كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. ستارتنج برايس $1,500 بالمتر لفتره محدوده. بادارو مجمع سكني وتجاري موقعه بأبرز نقطة ببادارو بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، و3 أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج. اسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتنج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عاليه بالعمار بالاضافه لسكيورتي 24/24، حاليا باخر مراحل الكونستراكشن والتسليم باخر 2018. أظهر تقرير العقارات الإماراتي للربع الثاني من عام 2018 الصادر عن شركة أستيكو انخفاض سنوي بأسعار إيجار وبيع الفلل والشقق بجميع أنحاء البلاد، كما سلط التقرير الضوء على اتجاهات السوق الرئيسية. وواصلت أسعار إيجار الشقق بالإمارات الشمالية الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2018 بمتوسط ربع سنوي قدروا 2% وبمعدل 11% على مدار العام. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومtv.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.